حكومة نجيب بودين حققت نجاحا بين ظفرين اعتبروه نجاحا، وهو التوصل الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي. قبل ما نجيو الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء تم عقده، اولا شنو تقييمك لعمل حكومة نجيب بودين طوال هذه السنة من عمرها تقريبا؟ يعني انا في العادة ما عنديش الاحكام القطعية لكن يسمح لي ان يعني اقول هذه اضعف حكومة في تاريخ تونس من 56 لليوم. كان نرجو حتى وقت البيت ممكن، ما عنديش اطلاع كبيرة على خصوصية حكومات السابقة، هذه ما عنديش حكومة في بلادنا، في الحكومة هذه. وأصلاً الحكومة في شكلها حسب الأمر 117 هي يعني مكتب لتنفيذ إرادة رئيس الجمهورية. بالأمر 117 هو يعينها ويقيلها، هي مسؤولة أمامه وهي تنفذ السياسات نتاعه، وما رينا شيء. هذه الحكومة المفروض حسب الشعارات التي رفعت معناها سترتقي بتونس إلى علو شاهق وستغير السياسات القديمة تاع العشرية السوداء. لقيناها تعمل ليلا نهارا من أجل الوصول اللي كانوا يعملوا فيه في الحكومات السابقة، وتعتبر غاية نجاحها أن تعمل اتفاق مع صندوق النقد الدولي من وراء ظهر التوانسة. هاني هذا الاتفاق احنا مناش عدميين، وضعنا المالي والاقتصادي يقتضي أن نتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ويقتضي أن نتفاوض مع المانحين الدوليين من أجل دعم ميزانية الدولة. لكن هذا الدعم وهذا التفاوض يجب أن يكون وليد نظرة وطنية. هالقروض مش نعملوا بها؟ أي هذا اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض 1.9 مليار دولار يصرف على 4 أقساط سنوية. إيش مش نعملوا بها هذه؟ مش نصرفها جرايات؟ مش نعملوا بها؟ مش نسدوا بها الديون السابقة؟ مش نزيدوا نغرقوا بلادنا في ديون إضافية؟ وش هي الشروط اللي وافقت عليها والتعهدات والالتزامات اللي قطعتها على نفسها حكومة السيد نجيب بودين اللي نعتبرها حكومة غير شرعية، لا تمتلك شرعية إلزام التونسيين وإثقال كاهلهم بديون ما يعرفوش حتى شنية الخلفيات نتاعها؟ وبالتالي هذا اللي يعتبر النجاح، هذا يعتبر التورية، مزيد تورية بلادنا. هذا ربما البعض يقول لي أن احنا أحزاب معارضة، هاو الشركاء الاجتماعيين يقولوا ما في بالنا ولم نطلع على أي بند من بنود هذا الاتفاق المفترض مع صندوق النقد الدولي. وهل الاتفاق من الذي سيمضي عليه؟ بلادنا بدون برلمان شو باش يمضي عليه؟ ما في السابق وزير المالية محافظ البنك المركزي يمضي ويعرض هذا الاتفاق وهذا القرض على أنظار البرلمان اللي صادق عليه وتصبح الدولة التونسية ملزمة به. اليوم عندنا برلمان جاي في ديسمبر، الاتفاق لا البرلمان ديسمبر. هذا البرلمان انحدث، هذا برلمان ما عنده يلبسوا له في تسمية نتاع برلمان، هو ما عنده حتى علاقة بالبرلمان في العالم. هذا يا اخوي البرلمان مش في ديسمبر، في احسن الحالات يبدا في مارس، في احسن الحالات ما عاملين دورة أولى ودورة ثانية والطعون نهاية فيفري بداية مارس. ثم البرلمان هذا ساق وحدة في النظام السياسي الجديد متاع السيد قيس سعيد، وين هو مجلس الأقاليم اللي هو بيد يصادق على الميزانية متاع الدولة؟ وين هذا وقتها باش نعملوه؟ الله أعلم، الحاكم بأمره مازال ماهوش لاهي به. وين المؤسسات؟ هل ترى باش يمضي عليها رئيس الجمهورية القرض هذا والاتفاق هذا، وهو الذي يقول بأنه يرفض التنكيل بالتونسيين ويرفض التفريط في المؤسسات العمومية؟ ومدير صندوق النقد الدولي تقول الحكومة التزمت بالتفريط في بعض المؤسسات العمومية ويرفض التداين ويرفض ويرفض ويرفض، أي في النهاية إيش نعمله؟ يعني الرؤية غير واضحة، ما فهم حتى نجاح لحكومة السيد أبو دير. آخرها يعني ما حدث منذ يومين، دعات اتحاد الشغل والمنظمات الوطنية إلى ورشة من أجل نقاش حوكمة المؤسسات العمومية. يمشي الاتحاد بوفد ثقيل ومعزز بالخبراء، ما يلقى لا رئيس الحكومة للوزراء، ويلقى جد الأعمال المبدل اللي هو تعديل القانون عدد 9 لسنة 89، والنص حاضر، النص حاضر باش يعرضوهم عليه، يعني انسامبلون تاع حوار، حبوا يعملوا حوار رهبي باش تسوق في الخارج. رانا قاعدين نتحاوروا مع الشركاء، وريت وتبعنا كيف كانت ردة فعل الاتحاد. ورفضوا حتى الاتفاق اللي صار وحصل فيه اتفاق ومقدمة لتهدئة اجتماعية، زيادة في الأجور على 3 سنين، والاتحاد قبل بأن تكون هذه الزيادة معقولة وهبط في النسبة نتاعها. الزيادة اللي زادوها من اليوم في قانون المالي، مرسوم المالية تاع العام الجاي، مش تسحبوا كلها بالجباية التي ستوظف على الأجراء والموظفين وعموم الشعب التونسي. وين هالاستقرار وين هالنجاحات؟